تم اليوم التوقيع على اتفاقية عمل بين وزارتي الموارد المائية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. الاتفاقية تقضي بتخصيص 20% من الصفقات العمومية وشبه العمومية في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الموارد المائية للمؤسسات الصغيرة المنشأة بإحدى آليات التشغيل. المتابعة لأسيا صالحي. تسمح هذه الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة المستفيدة من الآليات المختلفة بالحصول على الصفقات العمومية وشبه العمومية في حدود 20% من كل عملية استثمار. ففي مجال المياه الصالحة للشرب سيستفيدون من تركيب 600,000 عداد، كما تلزم شركات الإنجاز الكبيرة باللجوء إلى هذه الفئة من المؤسسات الصغيرة لتكليفها بأشغال الربط المقدرة ب 100,000 عملية ربط خلال هذه السنة. احنا رانا في هدف تدعيم هذه المؤسسات الصغيرة من جهة توفير خلق الشغل، هذا هو الهدف، لكن فيه هدف آخر بالنسبة لقطاعنا هو اللجوء إلى هذه المؤسسات الصغيرة، راح يجيب قيمة إضافية في تقية الخدمة العمومية في مجال المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. القطاع الموارد المائية عنده حجم تاع استثمارات جد هام، وتفتقر المؤسسات المؤهلة في الميدان. إذن هذا القاعدة، هذا القطار يخلينا من جهة بالتنسيق باش نخصص، والقانون يسمح بذلك، نسبة معتبرة من البرامج العمومية لمؤسسات مصغرة منشأة. هذه الاتفاقية إطار تنظيمي سيعطي فرصة للمؤسسات الصغيرة لدخول سوق المنافسة وترقية نفسها والمشاركة في ترقية الخدمة العمومية.